طيبة وأهلا بكم مشاهدينا. هل يحقق الذكاء الاصطناعي ثورة في مجال علاج الأمراض وما فوائده؟ وهل فعلا يتفوق على الأطباء في توقع مضاعفات المرض؟ مشاهدينا، استخدام الذكاء الاصطناعي لتشخيص أمراض الدم وغيرها من الأمراض، كيف يمكن أن تغير هذه التقنية القطاع الطبي وعلاج المرضى على المدى القريب؟ هذه الأسئلة طبعا سنطرحها اليوم على ضيفي الكريمين، وكذلك سنتحدث عن دراسة جديدة تكشف مفاجآت بشأن أسباب تفشي الأمراض المعدية، فما هي تلك الأسباب يا ترى؟ أرحب بضيفي الكريمين. من تونس رئيس المنصة للطب عن بعد الدكتور محمد بن حميدة، ومن الجزائر سينضم إلينا بعد قليل رئيس النقابة المستقلة لبيولوجيي الصحة العمومية الدكتور بوجلال يوسف. أهلا بضيفي الكريمين، لكن دعونا نبدأ بهذا التقرير الذي يفصل لنا ماذا تتضمن الدراسة الجديدة التي تكشف مفاجآت بشأن أسباب تفشي الأمراض المعدية. وجدت دراسة حديثة أن فقدان التنوع البيولوجي هو أكبر محرك لتفشي الأمراض المعدية وجعلها أكثر خطورة وانتشارا في المستقبل. وجد الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة نيتشر العلمية أن الأمراض المعدية الجديدة آخذة في الارتفاع وغالبا ما تنشأ في الحياة البرية. قام الخبراء بتحليل ما يقرب من 1000 بحث عن الدوافع البيئية العالمية للأمراض المعدية والتي تغطي جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية، وبحثوا في شدة الأمراض وانتشارها في النباتات والحيوانات والبشر. ركز الباحثون على 5 محركات للتغير شملت فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتلوث الكيميائي والأنواع غير المحلية وفقدان الموائل. ووجدوا أن فقدان الموائل أدى إلى زيادة الأمراض، وكانت نتائجهم هي نفسها في الأمراض البشرية وغير البشرية. وبين الباحثون أن المناطق الحضرية تميل إلى الإصابة بأمراض معدية أقل، ويرجع ذلك جزئيا إلى تحسن الصرف الصحي بالإضافة إلى قلة أنواع الحياة البرية. وخلص الباحثون إلى أن تقليل الانبعاثات وتخفيض فقدان التنوع البيولوجي ومنع الأنواع الغازية يمكن أن يساهم في تقليل عبء الأمراض المعدية وإمكانية ظهورها. هذا وقد زاد الاهتمام بالأمراض حيوانية المنشأ منذ جائحة كوفيد-19، والتي يعتقد بعض الباحثين حتى الآن أنها جاءت من الخفافيش. جدير بالذكر أن 3/4 الأمراض الناشئة لدى البشر هي أمراض حيوانية، مما يعني أنها تصيب أيضا الحياة البرية والحيوانات الأليفة. نذهب إلى الجزائر، معي من هناك دكتور بوجلال يوسف. أهلا وسهلا دكتور، شكرا لقبولك الدعوة. أنا لا أسمع الصوت، يبدو أنه الدكتور يوسف لا يسمعني. إذن أرحب بضيفنا من تونس. أهلا وسهلا سيد الكريم دكتور محمد بن حميدة، شكرا لقبولك الدعوة، أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا أهلا بك. يعني دراسة حديثة تتحدث عن فقدان التنوع البيولوجي يعني كأكبر محرك لتفشي الأمراض المعدية وجعلها أكثر خطورة وانتشارا في المستقبل. ومنظمة الصحة العالمية سيد الكريم في الآونة الأخيرة يعني تحاول جاهدة أن تعمل مع كل الشركاء حول العالم بأنه لتجنب المزيد من الجوائح كما ذكرت. باعتقادك إلى أي مدى هذه الدراسة ستخلق ثروة في مجال المعلومات التي تشير إلى الأسباب الفعلية
لانتشار الأمراض، خاصة هذه الدراسة أشارت أنه 3/4 الأمراض الناشئة لدى البشر هي أمراض حيوانية. أكيد، شكرا على الاستضافة. شكرا قبل كل لك. شيء، هو أكيد أنه في الجائحة الكوفيد، معناها التخوفات في الأول كانت أنه تكون هناك معناها انتشار فيروسات حيوانية، معناها وشفنا أنه فيما قبل جائحة الكوفيد أنه ظهرت معناها العديد من الأمراض المعدية، واللي هي بطبيعة ناشئة من التعدية بالحيوانات، معناها بالدواجن والعصافير وغير ذلك. دونك هذا، لكن أنه الجائحة في الأخر ظهروا ثم بطبيعة أسباب أخرى، معناها فيما يخص معناها انتشار الأمراض المعدية. نعم دكتور محمد، دعنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي اللي الآن بدأ يدخل في مجالات عديدة تتعلق بعلاج المرضى، بتوفير معلومات أدق. يعني هناك من يرى بأنه يعني قد يكون الذكاء الاصطناعي أكثر دقة من الأطباء، رأيك بذلك؟ أكيد، هو الذكاء الاصطناعي مش يعوض الأطباء، بل بالعكس هو مش يساعدهم باش يعملوا التشخيص سريعا وبدقة أكبر. نعرفوا أن اليوم انتشرت بعد جائحة الكوفيد، انتشرت المنصات الرقمية للطب عن بعد، والمنصات هذه خولت معناها استعمال المعلومات من الملفات الطبية. فاليوم الذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء حتى أنه يعملوا تشخيص يكون أقرب منه للواقع، وبصفة معناها سريعة جدا. بطبيعة الذكاء الاصطناعي فيه معناها استعمالات متعددة، فناخذ الأمثلة أنه يجب يكون الذكاء الاصطناعي باستعمال المعلومات الطبية مثل البيج داتا، معناها أنه الأطباء يعملوا دراسات علمية، يستعملوا الدراسات حول الملفات الطبية، وبطبيعة وقت يكون كمية هائلة من المعلومات موجودة في الملفات الطبية فهي تعاون. يعني هل هي تسهل لهم عملية البحث مثلا؟ أكيد، معناها البحث السريري يكون أسرع وأدق، لأن الكمبيوتر والخوارزميات هذه هي تستطيع أن تدرس معناها كمية هائلة من المعلومات التي معناها يتم تدارسها في مستشفى مثلا. فهذه بطبيعة ولربما أيضا هي كذلك في مسألة الوقت، يعني لو تدرسها الأطباء والأخصائيين يمكن تأخذ معهم وقت أطول، بينما عندما تكون المعلومات متوفرة عبر الداتا أو هذه التقنية يكون الوصول إليها بشكل أسرع، أليس كذلك؟ أكيد، هو الخوارزميات هذه تستعمل معناها البيج داتا، وتستعمل المعلومات بطريقة سريعة جدا، معناها يمكن طبيب معناها باش يعمل بحث علمي معناها يمكن يبقى سنوات معناها باش يخرج دراسة علمية، لكن اليوم بالكميات الهائلة من المعلومات المتوفرة في الملفات الطبية متاع المرضى يمكن للخوارزميات هذه أنها تاخذ المعلومات هذه وتدرسها بطريقة أسرع، وهذا يوفر معناه يوفر وقت ثمين للأطباء، وأنهم هما يركزوا على المخرجات بتاع الدراسات هذه وباش نقولوا احنا يأكدوها. دونك هذا ثم المثال هذا اللي هو معناه موجود في الذكاء الاصطناعي، لكن الذكاء الاصطناعي يجب يكون زاد موجود في الآلات التي يجب يكون معناها ربطها بالمريض. مثلا نشوفوا انه شفنا في الاونه الاخيره مثلا الساعات الرقميه اللي نستعملوها في اليد،
والتي تستطيع أن هي تأخذ معلومات حول نبض القلب مثلا، ولا حول معلومات معناها تكون متوفرة. احنا مثلا كنا طورنا مثلا في المنصه الرقميه للطب عن بعد دكتور دوت كوم مثلا، ان كيف تستعمل بالكاميرا بتاع الهاتف الجوال تستطيع انك تشوف معناها الامراض. مثلا اذا انسان عنده امراض في العيون ولا لي سيني فيتو، معناها نقولوا احنا تنجم تشوف لك الحراره، كان تشوف انه درجه الحراره ارتفعت فهي تبعث نقول احنا اليرت، معناها تحذير. يعني دكتور محمد، يعني الواضح بانه هذه التقنيه تساعدكم كثيرا، خاصه الطب عن بعد يعني، وبالتالي توفر عليكم معلومات يمكن قد لا يستطيع المريض عن بعد ان يعطيها بشكل تفصيلي، اليس كذلك؟ اكيد. معناها هو انه اليوم معناها بالطبيعه انه معناها في العاده جرت العاده في السنوات الفارطه انه الطبيب يفحص المريض نتاعو مباشره، لكن اليوم بالتكنولوجيا الجديده وبالامكانيات المتوفره وخاصه معناها باش نتفاداو مناطق التصحر الطبي، معناها تعرف انه اليوم معناها في عديد المناطق في افريقيا، في اوروبا، في البلدان العربيه تلقى معناها الاطباء الاختصاص ناقصين برشا، معناها يلزمك تمشي 100 200 كيلومتر باش تلقى طبيب مختص في صحيح. ميدان ما. فاحنا بطبيعه اليوم المنصات الرقميه توفر معناها التكنولوجيا الجديده توفر لنا انك تنجم تشوف الطبيب عن بعد، لكن الطبيب عن بعد اكيد يلزمه يشوف، نقولوا احنا دي بارامتر، يشوف معلومات على ضغط الدم، على دقات القلب، على فهذوما بطبيعه اليوم بالذكاء الاصطناعي نجم نوفروا المعلومات هذه عن بعد. اهم شيء سيدي الكريم ان لا تكون هذه التقنيه او هذا الذكاء الاصطناعي بديلا للبشر من الاخصائيين والاطباء. اكيد هو معناها اليوم الذكاء الاصطناعي مجهول لتوفير المعلومات ولمساعدة الطبيب أنه يكون الدياجنوستيك والتشخيص بدقة أكبر، التشخيص يكون بدقة أكبر، لكن هو بطبيعة الذكاء الاصطناعي ما هوش مش يعوض الطبيب. اليوم شفنا في المنصات الرقمية اللي طبعا بعد توفر الشات بوت اللي هو معناها نقول احنا يحاور المريض عن بعد ويوفر له اجابات معناها على التساؤلات نتاعو، وهذا بطبيعه هذا في الرعايه الطبيه مهم جدا، انه معناها نقولوا احنا قبل معناها ساعات المريض يمشي للطبيب كل شيء في حاله استعجاليه ولا في حاله هو من الخطر صحيح. لكن اليوم التواجد الذكاء الاصطناعي في التشات بوت هذوما كما شفنا معناها شات جي بي تي، اليوم ثم معناها التشات بوت معناها اللي هما موجهين في الميدان الطبي، وهذا يتم توفيرهم في المنصات الرقمية للطب عن بعد مثلا، واللي هم بطبيعة يوفروا المعلومات والنصح عن بعد ويوفروا المعلومات الوقاية، وتعرف الوقاية خير من العلاج أكيد. طيب دكتور محمد، سؤالي لك حول موضوع هذه التقنية ومدى بالفعل علاجها لأمراض كثيرة يعاني منها الإنسان، تحديدا أمراض القلب، أمراض الدم وغيرها. أكيد هو اليوم التوفر الذكاء الاصطناعي في ميادين شتى قاعد يحسن في التشخيص وفي العلاج معناها نتاع الأمراض، أنه بطبيعة توفر المعلومات مثلا الملف الطبي معناها وقت يكون متوفر على منصة بطبيعة هذا معناها يجم الذكاء الاصطناعي يستخرج معلومات هامة أنه يمكن الطبيب ما كانش معناها متوفرين عنده المعطيات هذه، معناها يجم الذكاء الاصطناعي مثلا ليزانتراكسيون ميديكامونتوز، معناها أنه ساعات المريض ياخذ عدة أدوية في نفس الوقت، والأدوية هذه معناها أنه كي تاخذ ثلاثة أربعة أدوية في نفس الوقت، وهذه معناها
موجود خاصة المرضى اللي هم كبار السن واللي عندهم أمراض متعددة، أمراض مزمنة متعددة، يكونوا ياخذوا 4 5 أدوية في نفس الوقت. والأدوية هذه معناها في بعض الأحيان وقت تاخذها في نفس الوقت تعطي معناها ترددات وتعطي معناها أعراض جانبية. أعراض جانبية مخطرة. لكن الطبيب ساعات ماهوش في اختصاصه الامراض الاخرى، هو طبيب قلب يجم صحيح. يكون فبطبيعه الذكاء الاصطناعي يجم يعطيه مثلا فكره على انه المريض هذا صارت له معناها جوانب، معناها أعراض خطر، جانبية. اعراض جانبيه، فبطبيعة هذا يخلي الطبيب يساعده على أنه يشوف العلاج يشوف مبكر. العلاج المناسب أيضا، وأيضا التخصصات الأخرى اللي تساعد في شفاء المريض، لأنه أحيانا المريض ممكن يعاني من أكثر من مرض. هذا هو معناها. فاحنا بطبيعة اليوم الذكاء الاصطناعي يوفر لنا المعلومات هذه اللي معناها ساعات الطبيب ما يكونش داري بها، ما يكونش نعم يعرف الكل. معناها ساعات يزيد نقول احنا مثلا في تونس مثلا عندنا العلاج الاجانب في تونس متقدم جدا، معناها انه السياحه العلاجيه صحيح. متوفره بكثره. فاليوم مثلا كي يجي مثلا مريض من بلاد، معش انا من تقول انت من السنغال، ساعات الذكاء الاصطناعي يجم ينبه الطبيب انه المريض اللي جاي بجانب نهر السنغال ثم مرض بعينه موجود في الجهه هذه. فهو الطبيب يجم يكون ماهوش يعرف المعلومات هذه، لكن الذكاء الاصطناعي نعم، وقت يتم هاي دراسه معلومات مهمة دكتور محمد. وأيضا يعني أحيانا المريض عندما يأتي لي صح التعبير للطبيب أو يتحدث معه، يذهب ليشتكي أو يكون قد يعني يعاني من مرض بعينه ولا يذكر تاريخه الصحي، لذلك يعني ربما هنا يسهم أو تسهم هذه تقنية الذكاء الاصطناعي في يعني البحث عن أسباب أخرى لأمراض أخرى قد تكون متصلة. أكيد معناها يعطيك الصحة الأخت وجدان، أنه ساعات الملفات الطبية وقت تكون مرقمنة وموجودة في الأجهزة المعلوماتية، فالذكاء الاصطناعي يجي يدرس المعلومات هذه ويوفر المعلومة للطبيب أنه ثم معلومة متاع مرض قديم جدا، معناه يمكن كان مرض وقت هو صغير في العمر، ولا يكون مرض زاد وراثي، خاطر ساعات المعلومات هذه تنجم تكون متوفرة في ولكن الملف دكتور الطبي محمد على يعني عين. يعني هذا معناه أنه الذكاء الاصطناعي لا يخطئ. لا ما نقولش ما يخطئش، احنا بطبيعة احنا نقول احنا اليوم في فترات تجريبية في الذكاء الاصطناعي، معناها اليوم شفنا مثلا حتى في الشات جي بي تي في الاستعمالات اليومية بتاعنا الكل، شفنا الشات جي بي تي في الأول كان معناها ثم أخطاء، ثم لكن يقول قائل الذكاء الاصطناعي قد ما يقدم بالوقت قد ما يزيد يتحسن، نعم والتحسن هذا زاد في المجال الطبي يصير بطول الوقت، معناها خطر الطبيب يشوف الحالات فهو بطبيعة يعتمد الإجابة بتاع الذكاء الاصطناعي ولا نعم يقول لا الإجابة هذه غير معقولة نعم وخاطئة. دكتور محمد فهذا نعم يخلي معناها الذكاء هذا يتحسن، نقول احنا المستوى بتاعه ويرتفع بشوية بشوية معناها. نعم اسمح لي دكتور محمد، أذهب إلى الجزائر الآن، معي من هناك دكتور محمد كواش الطبيب المختص بالصحة العمومية، جزيل الشكر لوجودك معنا اليوم، نقدر حضورك حقيقة. واليوم تساءلنا عن يعني ما الذي يحققه الذكاء الاصطناعي في مجال علاج الأمراض. يعني دكتور محمد من تونس بن حميدة ذكر أمور كثيرة وفوائد كثيرة لهذه التقنية الحديثة، ولكن هل هذه التقنية منتشرة في بلادنا وهل دخلت الجزائر؟ يعني أنا سمعت قبل يومين أنه هذه التقنية تستخدم الآن في علاج أمراض الدم.
بالفعل، شكرا استاذ وجان، تحيه لكم تحيه شكرا. للمشاهدين وضيفك الكريم. نعم، بالنسبه للذكاء الاصطناعي والجانب الصحي، اولا يجب ان نفهم بان الذكاء الاصطناعي هو علم من العلوم التي وجدت او تطورت لخدمه الانسانيه بدفاع عنها. وعندما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والجانب الصحي فهو امر مهم جدا. الذكاء الاصطناعي بالنسبه للجانب الصحي ينقسم الى قسمين، القسم الاول مرتبط بالمرضى والقسم الثاني مرتبط بتسيير المنظومه الصحيه. نعم، كما تعلمين بان هناك فوضى بالنسبه للمنظومات الصحيه العالميه، وبالتالي عندما نعتمد على الذكاء الاصطناعي في تسيير المنظومه الصحيه سوف نتمكن اولا من الاحصاء مختلف الامراض، نتمكن من التوزيع المنتظم للاطباء للمختصين للادويه للمنشات الصحيه، وحتى بالنسبه للمشكله الندره الذي يظهر من حين اخر متعلق بالادويه، عندما يكون هناك ذكاء اصطناعي سوف نعرف اذا كان دواء موجود في محافظه مقارنه بمحافظه اخرى والمحافظه الاخرى هي تحتاج اليه الى اخره. فالذكاء الاصطناعي هو كفيل اولا بتنظيم الخدمه الطبيه، والجانب الثاني هو الجانب المتعلق بالمريض، وهو الأهم. الجانب المتعلق بالمريض هو الأهم من خلال ما وضع وما تاريخ مرضي للمريض. يعني عندما يأتي مريض إلى الطبيب من خلال بصمة، من خلال رقم تسجلي، أو من خلال تاريخ الازدياد والعنوان إلى آخره، سوف يتمكن الطبيب من معرفة التاريخ المرضي لهذا الشخص، ما هي الأدوية التي استعملها، ما هي الأمراض التي عالجها، من هم الأطباء الذي تابع عندهم، وبالتالي راح نقص من تكلفة معاناة المرضى من جهة، وكذلك سوف يمكننا من تشخيص المرض بشكل جدي وبشكل فعال. ولا ننسى ما جدي مهم جدا هو مثلا بالنسبة للمواعيد الطبية، الذكاء الاصطناعي ينظم المواعيد الطبية بشكل جيد، يسمح بمعرفة أين هي الأسرة الفارغة في المستشفيات إلى آخره. كلام مهم حقيقة، ويعني نتساءل يعني هل يستفيد المرضى من هذه التقنية، من خوارزميات الذكاء الاصطناعي، حتى مثلا إذا أحد يعني نحن نعرف أنه الناحية العلمية والبحثية وأيضا على مستوى المؤسسات الصحية والأطباء هذه التقنية تساهم كثيرا وتسهل من عمل الأطباء وعلاج المرضى، ولكن من جانب آخر هل يستطيع المريض أن يستفيد من هذه الخوارزميات بحيث يعرف تاريخه المرضي؟ أنت تعرف سيدي الكريم أحيانا الإنسان يمر بفترات ومراحل واضطرابات صحية عديدة، وأحيانا ينسى ما مر به، وهذه المعلومات قد تساعده في علاج أي مرض يطرأ عليه، وبالتالي إلى أي مدى بالفعل هذه الخوارزميات تساعد المريض نفسه على العودة إلى التاريخ المرضي حتى من الناحية الوقائية كذلك؟ بالفعل، وما سيدة طرحت الفكرة بشكل رائع جدا. عندما نتكلم على التاريخ المرضي وهو أمر مهم جدا، لأن ما يعرف باللغة اللاتينية الانتروغاتوار أو الحوار الذي يجب أن يكون بين الطبيب والمريض، وللأسف ما في زمن السرعة إلى آخره، وإذا الضغط على المستشفيات إلى آخره والضغط على الأطباء، ممكن يكون الحوار سطحي. لكن عندما تكون هناك وما بطاقة إلكترونية خاصة بشريحة إلكترونية تزودنا بكل المعلومات الصحية الخاصة بالمريض، فهذا أمر مهم جدا، لأن حتى الجانب الوراثي، حتى بالنسبة للجانب الخاص بالأمراض النادرة إلى آخره، هذا أكيد أنه يسهل مهمة تشخيص المرض من جهة، وكذلك يسهل العلاج بشكل رائع جدا. وحتى الآن حتى ما نعطيك صورة حول بحث الآن في الجزائر مثلا، عندنا بدأنا نستعمل الذكاء الاصطناعي على مستوى المستشفيات، أولا من خلال المواعيد الطبية، من خلال حتى انتظار المريض. المريض أصبح الآن لا ينتظر، ولكن هو مرتبط بمواعيد دقيقة برقم إلى آخره، فهذا كذلك يخفف من معاناة المرضى في طوابير الانتظار من جهة. نعم، الذكاء الاصطناعي هو كفيل. ربما هنا نرجع كذلك إلى نقطة مهمة جدا أستاذ وجدان، وهي قضية العلاج عن بعد. الآن في دراسات وبحوث وتجربة الآن يتم العمل عليها حتى على مستوى الجزائر من خلال العلاج عن بعد. إذا كان المريض سوف يتابع من خلال الذكاء الاصطناعي عن بعد، إذا كان ما يحتاج إلى أنه يكون يعالج داخل المستشفى، تكون هناك فريق طبي يتابعه، وإذا كان الأمر يستدعي أن يتنقلوا إلى المنزل فهذا أمر رائع، أو
او من خلال التوجيهات الطبيه المباشره، اكيد هذا راح ينقص بشكل كبير جدا من الضغط على المستشفيات لترك الاسره. كلام مهم دكتور، ارجو ان تبقى معنا. اعود للدكتور محمد بن حميده. سيدي الكريم، يعني عندما نتحدث عن هذه التقنيه الحديثه، هذا العلم الجديد اللي يستحق بالفعل انه نتعلم ونفهم اكثر، هل يحتاج الاطباء يعني العلماء الخبراء من يعملون في الحقل الطبي والصحي ان يدخلوا دورات تدريبيه للتعرف اكثر على خوارزميات الذكاء الاصطناعي؟ أكيد، هو اليوم العلوم هذه الجديدة عن الذكاء الاصطناعي يجب تدريسها في الجامعات والكليات وجميع الميادين، وأنا ننصح البلدان العربية والإسلامية أن الدراسة هذه بتاع الذكاء الاصطناعي تبدأ من المهد، معناها من السنة الرابعة ولا الخامسة، معناها في السن مبكر ندخلوا الذكاء الاصطناعي، خاطر اليوم ثم الاطباء اللي مازالوا نقولوا احنا ريزيستو شونجمون، معناها مازالوا نقولوا احنا متمسكين بالعادات القديمه صحيح يمكن دكتور محمد، يمكن خوفا من ان ياتي الذكاء الاصطناعي وياخذ وظائفهم. انت تعرف حضرتك الان ممكن بالذكاء الاصطناعي يكون هناك مذيعين ومذيعات، يعني يشيلوا وجدانه. لكن ما نتخيلش انه مش نلقاو ذكاء اصطناعي يعطينا وجدان بالابتسامه نتاعك الذكاء نتاعك الطبيعي. اكيد هو اليوم معناها يلزم في البلدان معناها اللي في طور النمو انه ندخلوا العلم هذايا باش نعملوا قفزه نوعيه للتقدم التكنولوجي والتقدم العلمي، ونحاولوا نلتحقوا بركب الامم المتقدمه، معناها لانه العلوم هذه علوم تساعد الانسان انه يوصل الهدف نتاعو في تشخيص مثلا المرض، فما يلزمناش نوخروا ونقعدوا معناها. وهذه دعوه انه في البلدان العربيه والاسلاميه نوفروا زادة التراتيب والقوانين اللازمه، معناها باش نوفروا المنصات الرقميه للطب عن بعد والعمل نتاعها بالذكاء الاصطناعي. احنا ان شاء الله مثلا في نهايه الشهر هذايا عندنا مؤتمر علمي في مدينه الحمامات، انا عضو في الهيئه العلميه المؤسسه. هل نحن مدعوين دكتور؟ مرحبا بكم، تابعوا والموضوع المره هذه السنه هو الذكاء الاصطناعي في مصلحه تشخيص المرضى واستفاده الاطباء من مهم دكتور الذكاء. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل مؤسساتنا الصحيه يعني مستعده لمثل هكذا ثوره في مجال علاج الامراض؟ هو اكيد انه معناها التقدم العلمي قاعد يتقدم بسرعه، وشفنا من الكوفيد انه كيفاش المنصات الرقميه مثلا للطب عن بعد فتحت في الفتره هذيك وعملت ارقام هائله من معناها التشخيص بتاع المرضى عن بعد، معناها في فرنسا مثلا وصلنا معناها 2 مليون معناها مريض يتم تداولهم في الشهر، معناها وهذه ارقام معناها نقول احنا تقدمت في فتره الكوفيد، وشفنا انه معناها تعطي نتائج مهمه وهي معناها تساعد التشخيص عن بعد، ونقول احنا يولي ثم الطب مباشر وطب عن بعد، واللي هو يساعد زادة في متابعة المريض عن بعد، وثم معناها المعدات والمستلزمات الطبية التي تراقب، معناها حكينا على الساعات مثلا الذكية اللي هي بطبيعة بالذكاء الاصطناعي تجم توفر المعلومات عن بعد، معناها وهذا يوفر المعلومة ويتم إنقاذ المريض في الوقت معناها المطلوب. اسمح لي دكتور، أعود لدكتور كواش في الجزائر. يعني هناك من يرى أنه يعني هذه التكنولوجيا ليست يعني لا يقتنع بها كثير من الناس يعني حقيقة، ويقول أنه التشخيص والذهاب إلى العيادة بشكل مباشر هو أفضل. ما زال هناك من يقتنع بهذه النظرية، ولكن منذ أن جاءت كورونا والجائحة بدأ الناس يحاولوا
تدريجيا يغيروا من هذه الفكرة، لأنه كانوا مضطرين، أنت عارف كان في إغلاقات والناس صارت تخاف أن تختلط بالمرضى وتذهب إلى العيادات خوفا من الإصابة. ولكن ما زال هناك من يرى بأنه هذا الذكاء الاصطناعي قد لا يعطي نتائج مهمة كما ترى الطبيب وجها لوجه، ويكون التشخيص بشكل مباشر. رأيك بذلك؟ بالفعل والله كلام صواب جدا. يعني يجب أن نفهم بأن الذكاء الاصطناعي ليس بديلا عن العلاج، ولكن هو مكمل للعلاج، يعني كأنه هو يخفف الضغط عن المنظومة الصحية ويسهل عملية الأطباء. يعني عندما نتكلم عن العلاج عن بعد أو عن خلال منصات إلكترونية وخاصة في زمن الجائحة، يعني يكون مرتبط بالتوجيهات الطبية والمتابعة الطبية للحالات وما المستقرة، لكن يبقى دائما هما التقارب والفحص المباشر والتعامل المباشر مع المرضى هو الأنجع في كل الظروف، وبالتالي هو فقط هو مكمل للمنظومة الصحية، أكيد لن يكون بديلا عن العلاج النوعي المحترف، وتبقى دائما الخدمة الإنسانية، لأن مهما يكون الذكاء الاصطناعي يبقى الإنسان عندما يتعامل بأحاسيس وما قد يلاحظ أشياء لا يلاحظها الذكاء الاصطناعي، وهو الأهم. نعم، أعود للدكتور محمد حميدة. طولنا عليك دكتور حميدة، يعني ماذا تنصح المشاهدين اليوم؟ هل تنصحنا بالاهتمام بموضوع الذكاء الاصطناعي، أن ندرسه بشكل جيد، خاصة أنه يسهم في كل المجالات حقيقة؟ أكيد اليوم معناها يمكن أنه بعد فترة معناها من الوقت اللي ما يدخلش في الشغل متاعه الذكاء الاصطناعي مش يولي نسميه جاهل، معناها كيما توا اللي ما يستعملش المعلوماتية معناها عبارة كأنه معناها فاتته معناها فاتوا القطر، القطر فاتوا القطار أي القطار فاتوا. فاحنا بطبيعة اليوم ندعو معناها وزارات الصحة والمسؤولين معناها أنهم معناها يدخلوا المنظومات الجديدة هذه العلمية الذكاء الاصطناعي معناها يتم تدريسه معناها على بك معناها بكري معناها باش نقولوا احنا معناها التلامذة وال معناها حتى الأطباء المتربصين معناها توا يدخلوا الذكاء الاصطناعي في الشغل نتاعهم ويواكبوا التقدم التكنولوجي هذا باش هما بيدهم يكونوا معناها على بينة من التقدم العلمي، وهذا يعاونهم في الشغل نتاعهم. بالطبيعة هذا مش كان في المجال الطبي فقط، لكن حتى في الإدارة الاستشفائية معناها اليوم الذكاء الاصطناعي حتى باش انك انت معناها تشوف الاوبئه تشوفها من بعيد جايه معناها، فهذه بطبيعه يجب نقول احنا بريتير لافنير يجب بطبيعه يتم انقاذ المرضى قبل ما تصير الجائحه ولا تجنب الاصابه بالامراض. يعني نعم هذا شيء جيد، هذا شيء جيد. نعم، وهذا وثم زادة من ناحية الوقائية كيف أنه نجم زادة الذكاء الاصطناعي يعاوننا في الوقاية. فاليوم معناها عديد من معناها المرضى معناها حتى من ناحية نقولوا احنا نوعية الأكل متاعهم، نوعية معناها كيفاش التصرفات متاعهم، الذكاء الاصطناعي يجم يعاونهم. يعني نمط الحياة، اي نمط الحياة هذا بطبيعة يجب يساعدنا معناه انه معناه كيف يتم نظام الاكل بالنسبة للمريض الفلاني، كيف معناه من الناحية النفسية كيف فهذا كله معناه يعاون الطبيب انه نقولوا احنا تكون ثم متابعة للحالة متاعه وتجنبوا العديد من الأمراض. ولكن دكتور هنا لابد من يعني متابعة الأخصائي أو الطبيب، ولا يعني يذهب المريض لوحده ربما ويأخذ هذه النصائح دون استشارة. أكيد هو أكيد هذا معناه نقول احنا للمتابعة، لكن نعم. الرأي الطبيب أكيد هو مهم جدا، وكما قال الدكتور معناه كويش أكيد هذا معناها الأخصائي معناها رأيه والتشخيص متاعه المباشر يكون مهم، لكن اليوم تشوف أنه للأسف الأطباء الاختصاص خاصة في البلدان الإفريقية والعربية العدد بتاعهم قاعد يتناقص وقاعدين يهاجروا صحيح لأوروبا والبلدان الخليج، وهذا بطبيعة يجعلنا في صعوبة كبيرة في الأنظمة الصحية. صحيح. أنه اليوم ما عادش نلقاو أطباء اختصاص في الجهات في مناطق التصحر الطبي، ما عادش نلقى أطباء اختصاص،
فاليوم على الاقل معناها الطب عن بعد والذكاء الاصطناعي يجم يوفر علينا المسافات ويجم يعاوننا باش يتم التشخيص عن بعد، وباش معناها نقولوا احنا نوفروا الخدمات الصحيه والرعايه الصحيه للمرضى عن بعد وفي وقت قصير. لكن اكيد انه الطب المباشر معناه ما نستبدلوش، لكن هو تكميلي يعني يكملوا بعضهم تكميلي ومهم حقيقة. جزيل الشكر لك دكتور محمد بن حميدة رئيس المنصة للطب عن بعد، كنت معنا من تونس، نتمنى لكم التوفيق في هذا المؤتمر، وأتمنى من حضرتك أن يعني نتواصل في بخصوصه وتمدنا بآخر المستجدات. جزيل الشكر، شكرا لك. أعود للدكتور محمد كواج. سيدي الكريم، يعني ربما من الأمور الهامة في هذه الخوارزميات التي تحدث عنها الدكتور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي هي موضوع الوقاية من الأمراض، نمط الحياة. وهنا أتساءل يعني في غلطة ممكن جميعنا نغلطها، ممكن إذا تعرض أحد أبنائنا أو تعرضنا لإصابة بوعكة صحية أول ما به هو الذهاب إلى جوجل، إلى محرك جوجل، والبحث عن يعني أسباب الأعراض اللي نشتكي منها. ومع الأسف تأتي أشكال وألوان من النصائح يعني لا حصر لها، وهنا يقع الإنسان في خطأ كبير، ربما يعني يأخذ بعض النصائح التي تشكل خطورة على صحته عكس ما هو متوقع. بماذا ننصح الناس؟ وهل الذكاء الاصطناعي هنا يحل المشكلة فعلا ويعطي تشخيص أدق من البحث عبر جوجل؟ بالفعل أكيد ربما يجب أن نفهم نقطة مهمة جدا، يعني عندما نتكلم على الذكاء الاصطناعي المريض والطبيب، ربما الذكاء الاصطناعي مع التطورات العلمية الآن الطبيب سوف يوجه المريض، مثلا الآن كما تعلمين بأن أغلبية الأشخاص لديهم صفحة عبر الفيسبوك أو فيسبوك إلى آخره، وحتى بموقع إلكتروني، وبالتالي الطبيب المعالج ممكن أن يبعث أو يرسل البرنامج العلاجي والحمية الغذائية الخاصة بالمريض المعالج. لكن بالنسبة لسؤالك، هو سؤال ممتاز جدا، للأسف انتشرت الآن في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صفحات تروج لأدوية، تروج لمنظومات غذائية، تروج لطرق علاج وتشخيص إلى آخره، وهذه كارثة. لا يمكن أن نشخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يجب أن نستشير الطبيب. والأخطر من ذلك سيدتي، للأسف ما تعاملت مع حالات كثيرة جدا لأشخاص ما شككوا في مرض معين ودخلوا نظام البحث الإلكتروني، وهذا ما رمى بهم إلى الخوف والقلق والاكتئاب، لأنهم ظنوا أنهم مصابين بأمراض خطيرة. إذن لا بديل للعقل البشري بالعقل الاصطناعي، ولكن دائما أقول بأن المنظومة الإلكترونية هي مكملة للنشاط البشري. وهناك جانب مهم جدا إليه، لأن الآن لا مفر من الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ لأن الآن دخلنا مرحلة ما يعرف بالسياحة الطبية، نعم يعالج ولكن يبحث عن خدمة طبية نوعية من خلال ما الآن حتى المريض أصبح يطالب أن تشرح له حتى مرضه بشكل بالصور وبالفيديوهات حتى يفهم مرضه، ويحتاج إلى خدمة نوعية إلكترونية وتواصل مستمر مع الطبيب المعالج. يعني خاصة أن الطبيب، عذرا على المقاطعة هنا دكتور كواش، يعني خاصة بالنسبة للطبيب اللي يمكن بيتابع حالات المئات من المرضى، لا يستطيع أن يعني يشرح للمريض كامل التفاصيل فيما يخص ما يتعرض له، لأنه قائمة المرضى طويلة وطويلة جدا. وبالتالي الذكاء الاصطناعي يسهم بشكل أو بآخر بالتعرف على الحالة المرضية للمريض وشرح المسألة بشكل أوضح وبأقل يعني بوقت أقل وأقصر. لكن أستاذ يجب أن نفهم الأمور العلمية المرتبطة بتشخيص المرض في القوانين العالمية الخاصة بالمنظومة العالمية للصحة، المفروض أن الطبيب يبقى مع المريض 25 دقيقة، لكن كما قال زميلي قبل قليل نظرا للضغط فقد أصبحت صحيح زمن قصير. نعم أكيد أن الذكاء الاصطناعي سوف يسهل من مهام الأطباء ويوفر خدمة أكثر سهولة للمرضى. نعم نعم دكتور محمد كواش، يعني أنا اليوم هناك دراسة لابد من الحديث عنها، وقبل أن تأتي كان هناك تقرير بخصوصها، دراسة جديدة تكشف
مفاجآت بشأن أسباب تفشي الأمراض المعدية، ومن الأسباب اللي تم ذكرها بأنه هناك فقدان يعني هناك تغير بيولوجي، فقدان التنوع البيولوجي، تغير المناخ وكثير من الأسباب. وذكرت الدراسة أيضا بأنه 3/4 الأمراض الناشئة لدى البشر هي أمراض حيوانية، لذلك تم الاهتمام بموضوع دراسة الأمراض المعدية بعد أن حدثت جائحة كورونا. اليوم هناك محاولات يعني مستمرة من أجل جوائح قد تصيب البشرية، وبالتالي هناك دراسات عديدة تتحدث عن أنه الأسباب هي بالدرجة الأولى هو فقدان التنوع البيولوجي. رأيك بذلك؟ والله كلام صواب 100%. كما تعلمين بأن البشرية الآن تعبثوا، أو البشر الآن أصبحوا يعبثون في الطبيعة، أصبحوا يغيرون في التركيبة الجينية لمختلف الخضر والفواكه، الآن أصبحت تستعمل مبيدات بمختلف أنواعها التي تقضي على الحشرات الضارة وتقضي على النباتات الضارة، لكن هذا سوف يؤثر بشكل كبير جدا في التوازن البيئي. نعم، البشرية الآن تدفع ضريبة هذا العبث في المنظومة البيئية والبيولوجية بصفة عامة، الأمطار الحمضية وحتى المياه الآن أصبحت ملوثة، سواء المياه الجوفية، الجو ملوث. حتى بالنسبة للآن وما نحن نتكلم على الذكاء الاصطناعي، ولكن الذكاء الاصطناعي هو مرتبط بالموجات الإلكترونية التي أصبحت منتشرة في الجو، التي أثرت على الحياة بصفة عامة وسببت الأمراض وسببت الاختلالات العصبية والنفسية للبشر. نعم، لا يوجد بشيء دون لا نكتسب دون مقابل، يعني ضريبة هذا الحضارة التي نعيشها سوف تكون باهظة الثمن على الاستقرار البيولوجي. نعم. أو الاستقرار يعني الدراسة دكتور كواش تقول أن الأمراض المعدية الجديدة آخذة في الارتفاع، وهنا الخطورة. هل هذا معناه بأنه نتوقع جائحة جديدة قد تكون أخطر وأكثر ضررا من كورونا؟ بالفعل اكيد. ان لماذا ان جائحه كورونا ما اعطتنا درس من خلال ما عشناه تقريبا مده 3 سنوات، وبالتالي هنا ما يعرف بالتحور، يعني كل الكائنات، يعني كل الكائنات، ما هو مفهوم التحور اصلا؟ التحور هو التكيف مع ما يحاربها، عندما نستعمل مبيدات، عندما نستعمل أدوية، عندما نستعمل لقاحات، لكن بعض الفيروسات، بعض البكتيريات تتحور وتحاول أن تقاوم تلك المواد وتصبح أكثر شراسة. نعم، نحن مهددون في المستقبل، لا ندري هل قريب أم البعيد، بجوائح قد تكون أكثر من جائحة كورونا. نعم، يعني الدراسة أيضا أشارت دكتور لأنه زاد الاهتمام بالأمراض حيوانية المنشأ منذ جائحة كورونا. لماذا الاهتمام بهذه الأمراض؟ نعم، الحيوانات أو الأمراض الحيوانية المنشأ، كما تعلمين بأن الآن أصبحت يتم تعديلات جينية حتى بالنسبة للحيوان، حتى تصبح تعطي منتوجات حليب أكثر أو منتوجات لحم أكثر إلى آخره، وهذه التعديلات الجينية سوف تكون لها ضريبة خطيرة وخطيرة جدا على صحة الإنسان من خلال ظهور أمراض معدية. والأمراض المعدية وللأسف ما رغم التطور التكنولوجي ورغم الحداثة ورغم تطورات كثير من دول العالم، لأن بؤر الصراعات في العالم ما زالت موجودة، الأدوية لا تصل لكل العالم، كل العالم، وهذا أكيد أنه سوف يحدث خلل ويعطي احتمال ظهور أمراض من جديد أو تجدد أمراض من جديد أو ظهور أمراض معدية جديدة أصلا. نعم دكتور كواش، نحن أخذناك اليوم من شغلك حقيقة، ولكن ماذا تنصح العالم بعد هذه الدراسة؟ يعني يقال حسب الدراسة أنه المدن الحضرية هي ربما تتعرض لإصابات وأمراض معدية أقل لعدم وجود يعني حيوانات، إن صح التعبير. رأيك بذلك؟ نعم، أكيد أن المدن الآن أصبحت مناطق غير صالحة للعيش. أولاً كما تعلمين نسبة النباتات قليلة، نسبة الأكسجين قليل، التهوية أو الجو ملوث بالمصانع، بعوادم السيارات، من الغازات التي تخرج من عوادم السيارات بمختلف أنواعها. إذن وحتى ما الإنسان الآن أصبح يسكن في المدن، في العمارات، فهو لا يتعرض لأشعة الشمس، وكما تعلمون بأن أشعة الشمس يعتبر الطبيب الثاني وأهم الأطباء. يعني كل شيء غير طبيعي. نعم، كل شيء غير طبيعي الآن. نعم، كل شيء غير طبيعي، الإنسان لا يتعرض لأشعة الشمس، لا يتنفس هواء نقي، يأكل الوجبات المحضرة، الوجبات الصناعية، الماء أصبح غير طبيعي لأن
يعني مهما كان يعتبر الماء مصدر الحياة، ولكن للأسف أصبح يصفى من البحار، لكن يبقى دائما ماء الأرض غير ماء البحر. يعني رغم المجهودات، لكن أظن بأن بما أن في تعديل في حياة الإنسان سوف يدفع الإنسان هذه الضريبة. طيب دكتور، يعني ركزت الدراسة على أنه يعني الأمراض المعدية، ماذا تعني بالأمراض المعدية؟ هل هي الأمراض الفيروسية مثل مثلا إنفلونزا الطيور، ما كان يسمى بجنون البقر، وكذلك فيروس كورونا، أم ماذا تحديدا؟ جيد، مصطلح أو مفهوم الأمراض المعدية، نقول مرض معدي أي أنه مرض متنقل، يتنقل من الإنسان إلى الإنسان إلى الإنسان، من الحيوان إلى الحيوان، أو عن طريق الهواء. شفنا مع جائحة كورونا، يتنقل عن طريق الهواء من خلال السعال أو العطس، عن طريق الرذاذ مثلا. وشفنا قبل أيام، تذكر السادة المشاهدين، احتفلنا باليوم العالمي لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الأيدي، حتى غسل الأيدي ونظافة الأيدي، للأسف التي أصبحت ثقافة ضعيفة جدا. يعني عندما نقول ضعيفة، يعني ربما الإنسان ما يلامس كل شيء، وما يأكل في الشارع، لا ينظف يديه إلى آخره، فهذا أمر خطير جدا. نعم، الأمراض المعدية أصبحت منتشرة، حتى ما يمكن أن تتنقل عن طريق الطيور، فكما تعلمين أن الطيور تهاجر من مكان إلى مكان، يمكن أن تهاجر من قارة إلى قارة، الهواء مع العواصف التي تتنقل أو تظهر من حين إلى آخر، كذلك يمكن أن تتنقل الأمراض المعدية عن طريق الهواء، لأن لا يوجد هناك حواجز للأمراض، لا يوجد حواجز. فيه حواجز جمركية ممكن للمبيعات وللأشياء المصنعة، لكن الأشياء المتنقلة عن طريق الهواء يمكننا أن نحاصرها، وكما تعلمون أن الإنسان يتنقل خاصة مع التغيرات المناخية اللي نعيشها اليوم، فأكيد تنتقل الأمراض من مكان إلى مكان. ولكن على ما يبدو أنه يعني المصدر الحيواني المنشأ هو الأخطر على صحة الإنسان. بالفعل اكيد، وشفنا في السنوات الماضيه بعض الامراض الان التي اصبحت وما تنتقل عن طريق الحيوانات او عن طريق الحشرات، وللاسف حتى بعض البؤر في افريقيا مثلا، ملاريا، تيفويد، باريديزم الى اخره، موجود في افريقيا، موجود في شرق اسيا الى اخره. ما زالت هناك بعض الامراض القاتله، وللاسف لم تحاصر بشكل جيد، لم تحارب بشكل جيد، في ظل ربما التكتلات ربما الاقتصاديه الكبرى التي ربما اصبح المروج الى العلاج او المروج الى اللقاحات وللادويه وللوقايه امر صعب، خاصه عند بعض الدول الفقيره. شكرا جزيلا دكتور محمد كواش، وعذرنا اخذنا من وقتك كثيرا اليوم، سامحنا. نشكر مشاركتك معنا، واكيد للحديث بقيه. مشاهدينا، اشكر حسن المتابعه، الى اللقاء.